دعا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا أهمية فكرة المطور الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية. وخلال زيارته للمنطقة الصناعية المقامة بولاية كوغالي تركيا للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة، ناقش وزير الإسكان مع مسؤولي المنطقة الاقتصادية آليات التشغيل للمنطقة والتي تعتمد على أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة، مما يسهل عملية تحرك الآلات والمعدات إلى مختلف المصانع والوصول بها إلى أماكن التصدير. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة الدوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت بقيادات مجموعة جيفرز المالية العالمية، كما عقدت اجتماعا مع مجموعة بنك جي بي مورغان العالمية وعدد من المستثمرين، وتم استعراض ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية خلال الاجتماع، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة. كما عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا لمناقشة مستجدات أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولي. وخلال اللقاء الذي عقد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بما تقوم به الحكومة من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر في مصر. وفي سوق المال، ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 30,552 نقطة، كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 42% ليغلق عند مستوى 7,865 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 38% ليغلق عند 11,067 نقطة. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الدين العالمي في طريقه لتجاوز تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكدت جورجيفا أن هذه الأرقام تثير القلق، حيث إن الاقتصادات قد تجد نفسها عالقة في حلقة من النمو البطيء والدين المرتفع، مما يؤثر على الدخل وفرص العمل ويقلل من قدرة الحكومات على الاستثمار في مجالات حيوية مثل دعم الأسر ومواجهة التحديات طويلة الأمد كالتغير المناخي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وحكمة إليكم. شكرا لك ليلى.